بسم الله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية عطرة لجميع المتتبعين الكرام لقناتكم إشراقات في القانون المغربي. موضوع هذه الحلقة يتمحور حول التشهير الإلكتروني والمس بالحياة الخاصة في القانون المغربي. من خلال هالسبورة التقديمية الخريطة اللي هي ذهنية، إذن فيما يخص أهم المحاور اللي نتناوله إن شاء الله هو ما معنى تشهير إلكتروني، شنو هو الموقف ديال الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من هذه المسألة، شنو هو رأي المحامي، وشنو هو الرأي ديال النفساني، وشنو هو الموقف ديال القانون، لا سواء القانون الدولي أو القانون الوطني من الجريمة ديال التشهير. إذن كما تعلم الجميع أن كل ثورة تكنولوجية تشهدها العالم تتبرز واحد المظاهر سلبية للاستعمال السيء للوسائل ديالها، ومن أخطر ما يعرفه العالم حاليا هو الثورة التكنولوجية الرقمية اللي أصبح بالإمكان الجميع معها تستفيد من خدمات ديال الانترنت، غير أن هذه الإمكانية انحرفت على المسار الإيجابي ديالها. فحسب دراسة أخيرة أن نصف السكان ديال المغرب تستخدموا الشبكة العنكبوتية بنسبة 53%، يعني من الساكنة اللي هي مرتبطة بالانترنت يوميا، و 35% اللي هي مرتبطة بالانترنت في الأسبوع. فحسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فإن الولوج لشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة ديال الفيسبوك تتم بشكل سلبي. علاش؟ حيث يعتبر البعض أن هذا المكان الفيسبوك أو المواقع التواصل الاجتماعي الأخرى هو واحد المكان باش نصفي فيه الحسابات وباش نقوم بالابتزاز وبتشهير بحياة الآخرين. إذن في الحياة الخاصة يومه أو في الحاضر إذن لم تعد محصنة من الانتشار الواسع للانترنت، وبالتالي ولا من السهل الانتهاك ديالها رغم وجود قوانين اللي هي زاجرة. إذن تستنج هنا أن في غياب الوازع الأخلاقي أنه ينهار الكل، ولو أن القوانين ما تبقاش عندها أهمية داخل المجتمع إذا في غياب الوازع اللي هو أخلاقي. ومن بين القبيل ديال الحياة الخاصة اللي خاص الإنسان يقوم الحماية ديالها هي منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون الموافقة ديال صاحبها، أو منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صور ديال واحد الشخص أثناء الوجود ديالو في واحد المكان خاص ودون الموافقة ديالو. إذا الآن غنمشيو الرأي ديال المحامي شنو تيقول. إذا حسب رأي المحامي تيقول لنا أن التطور الرقمي اللي تعرفوا المغرب الآن إذا سهل المأمورية باش الإنسان تنتهك الحياة الفردية للأشخاص من خلال نشر الصور والمحادثات المسجلة والفيديوهات، سواء للأشخاص العاديين أو للشخصيات اللي هي مشهورة. رغم أنها الظاهرة حديثة إلا أن الأضرار ديالها والآثار ديالها السلبية على الأفراد ديال المجتمع هي جد وخيمة. فجرائم التشهير غالبا ما تكون عبر وسائل كالصور، تسجيلات صوتية، مقاطع الفيديوهات، أفلام قصيرة قد تكون حقيقية أو مفبركة بهدف الانتقام أو الإساءة إلى السمعة أو الابتزاز لتحقيق أرباح لية مالية في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية. إذن فالنيابة العامة فيوميا تستقبل شكايات اللي هي مباشرة تتعلق بانتحال الهوية ديال الغير، يعني هوية مزورة، وإحداث حسابات اللي هي خاصة بالاسم ديالهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض صور ديال الضحايا مرفوقة بتدوينات لعروض اللي هي جنسية. إذن هذه الشكايات هي خاصة بضحايا من ذكور ومن إناث اللي هما مجهولين، لتروجوا واحد الصور اللي هي مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو عبر واحد التدوينات اللي هي مكتوبة لا تتماشى مع الأفكار ديالهم، مع نشر ذلك في قائمة ديال الأصدقاء يعني ديال الضحايا بهدف الإساءة
إليه. إذا الآن غنشوفوا الرأي ديال النفساني، شنو تيقول لنا علم النفس؟ إذا فيما يخص الرأي ديال النفساني تيقول لنا أن الشخص اللي متورط في التشهير والابتزاز هو مريض نفسي، لأنه اختار باش يقتحم الحياة الخاصة للآخرين باش يلحق الضرر بهم. النتيجة ديالها العقد النفسية والاضطرابات اللي تعاني منها، والشعور ديالو دائما بالاستفزاز من الناس، من داكشي تنشر الآخرين من أمور إيجابية ومن نجاح اللي تحققوه هاد الناس. إذا والغريب في الأمر أن هاد الضحايا ديال الابتزاز والتشهير إذا تحولوا كذلك بأنفسهم ولاو هما كذلك فاعلين. إذا قبل كانوا ضحايا، الآن ولاو هما فاعلين تقوموا بهاد الجرائم. ومن نتائج الابتزاز بطبيعة الحال هو الأضرار الجسيمة كالانطواء، عدم الرغبة في التعامل مع الآخرين، عدم الثقة بالنفس، والشعور بعدم الأمان، وأخيرا الإصابة باضطرابات اللي هي نفسية. إذا الآن غنتقلوا بعجالة إلى التهافت والإقبال المجتمعي على الفضائح داخل مواقع التواصل الاجتماعي. فالإنسان بطبيعة ديالو كما تعرف الجميع أنه تحب تتبع الأعراض والعورات ديال الناس والفضائح، سواء في الواقع الإنساني يعني في الحياة العادية أو في العالم الافتراضي في العالم الأزرق. مثلا المغاربة تتجمعوا حول الفضائح في الشارع العام، مثلا عند وجود حوادث سير تلقاهم الأولين ديال الجوقة، في النزاعات، في الشجارات، في الجرائم اللي هي عادية أو كلاسيكية تكون في الشارع العام. إذا هذه الظاهرة طبيعة الحال من الواقع اللي هو الحياة العامة إلى الواقع الافتراضي. لكن الخطير هو ارتفاع نسبة دي المشاهدات ديال الليفي لهذه الفضائح. وهنا تطرح واحد السؤال اللي هو كبير، نقوله بالعربية: لماذا يحرص المغربي على تتبع العورات والفضائح ولا يعطي نفس الأهمية للمجال العلمي أو المعرفي؟ هل هو فراغ أم تراجع للتكوين في القيم، أو ضغوطات نفسية، أو مخاوف يريد تفريغها من خلال مشاهدة عورات الناس؟ في الأخير بعجالة، إذا غنشوف الموقف ديال القانون المغربي من جريمة الشهير. إذا أولا المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شنو تتقول لنا؟ تتقول لنا أنه لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في الحياة الخاصة ديالو، أو في الشؤون ديالو، أو في الأسرة ديالو، أو المسكن ديالو، أو في المراسلات، وكذلك لا لحملات تمس الشرف والسمعة ديالو. فهاد المادة أقرت بحق ديال الخصوصية. إذا الآن غنتقلوا للموقف ديال القانون الوطني المغربي، وهما المواد 447-1، 447-2، 443-3 من القانون الجنائي. هاد المواد أضيفت بموجب القانون 103-13 اللي هو متعلق طبيعة الحال محاربة العنف ضد النساء. إذا فالمادة والمادة 447-1 إذا تقول لنا يعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات وغرامة من 40,000 لجوج المليون كل من قام عمدا، يعني إكسبري قام عمدا بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجد دياله بواحد المكان اللي هو خاص ودون الموافقة دياله. المادة واضحة. المادة اللي تابعها 447-2 إذا تقول لنا تتعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 40,000 لجوج المليون كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون الموافقة دياله، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع اللي هي كاذبة إذا بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تشهير بهم. المادة الأخيرة 443-3 إذا تتعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100,000 لخمسة المليون درهم إذا ارتكب الأفعال المذكورة أعلاه، يعني الأفعال اللي ذكرنا سابقا، وفي حالة العود، وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو الأصول
ضد من؟ ضد ضحية مكلف بالرعاية ديالها، أو بامرأة من سبب الجنس ديالها، أو ضد قاصر. إذن هذه المادة الأخيرة هي مادة اللي هي فتشديد العقوبة، سواء عقوبة الحبسية أو العقوبة ديال الغرامة المالية، وكذلك توسيع الدائرة ديال الأشخاص اللي هما المشتكى بهم، تكونوا من ضمن الأقارب بطبيعة الحال. إذن فيما يخص إلى هنا نكون قد أنهينا بسرعة، إذن وعطينا واحد سلطنا الضوء على هذه الجريمة ديال التشهير الإلكتروني في القانون المغربي. إذن نتمنى إذن الجميع يرد البال من استعمال الهواتف النقالة لتابلت، كذلك بالنسبة للحواسيب سواء الثابتة أو المحمولة، إذن يتعاملوا بكل حذر مع التكنولوجيا الجديدة. في أمان الله، إلى اللقاء.